استجابة لدعاء الأخوة في محافظة المهرة، وصلت المساعدات العمانية والكويتية تباعا للمتضررين من إعصار تيج في جميع المجالات الصحية والغذائية والتعليمية. أكثر من 20 شاحنة مساعدات من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية وصلت للمتضررين في مديريتي الغيضة وحصوين الأشد تضررا من الإعصار المدارية. جاءت الأوامر السامية وهبت الشعب العماني في مساعدة أخواننا وأشقائنا في محافظة المهرة وحصوين بتسيير 23 شاحنة بما فيها مواد إغاثية ومواد غذائية، وهذا إن شاء الله بداية المساعدات بإذن الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يحمي المهرة وحصوين من شرور الأعاصير مستقبلا. كما وصلت الفرق العمانية الميدانية المتخصصة لمساعدة المواطنين بالمهارة في جميع المجالات لتجاوز هذه الأزمة التي سببها الإعصار. احنا في هذا اليوم نستقبل اخواننا الاشقاء في سلطنة عمان في هبتهم الشعبية، مناصرة ودعم اخوانهم في محافظة المهرة، مديريات الغيضة حوف وحصوين التي تعرضت للإعصار مؤخرا. نحن باسم محافظة الأستاذ محمد علي ياسر نقدم كل الشكر والامتنان لهذه الهبة الشعبية ولإخواننا في السلطنة سلطة عمان، وليس بغريب عنهم، فهذه ليست المرة الأولى ولن تكون المرة الأخيرة. عهدنا أخواننا في عمان دائما سباقين ومساندين لأبناء المهرة في كل المواقف وفي كل المراحل وفي كل التحديات. مؤسسة العون والرحمة الكويتية أوصلت أيضا المساعدات الغذائية عبر مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية التي نفذت عددا من مشاريع الإغاثة العاجلة للمتضررين، حيث وزعت الحقائب الأيوائية والفرش والبطانيات إضافة إلى الأدوات الأساسية للمطابخ، كما تم توزيع الوجبات الغذائية الساخنة ومياه الشرب على المتضررين من الإعصار. في هذا اليوم تم تدشين مواد إغاثية مقدمة من جمعية الرحمة العالمية في دولة الكويت الشقيقة، وتنفيذ مؤسسة تواصل للتنمية الإنسانية في اليمن باسم قيادة السلطة المحلية ممثلة بالأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة ولجنة الطوارئ والإغاثة في محافظة المهرة. نتشرف في تدشين هذه الدعم وهذه الإغاثة. أبناء المهرة ثمنوا الجهود العمانية والكويتية والاستجابة السريعة لهداء السلطة المحلية في المحافظة بإغاثة المنكوبين، ما أسهم في التخفيف من معاناة المتضررين من الفيضانات التي خلفها إعصار تيج، مشيدين بوقوف الأشقاء في مسقط والكويت إلى جانب أبناء المهرة والشعب اليمني بشكل عام في المنعطفات والأزمات التي تمر بها البلاد.